عودتنا حين نريد يأتينا قاص وبعيد. بإرادتنا حين نريد يأتينا قاص وبعيد. نطلب آمالا ونزيد إن الآمال بهمتنا. نطلب آمالا ونزيد إن الآمال بهمتنا. بإرادتنا بعزيمتنا وبهمتنا في بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام في كل مكان، سؤال: لماذا يرفض البعض من الناس فكرة التغيير على الرغم من أهميته وضرورته وضمان نتائجه؟ إن كانت هنالك من قاعدة، ما هي أبرز تلك القواعد التي تجعل الإنسان يمتلك قوانين التغيير الإيجابي في حياته؟ بجانب كيف يمكن للشخص الناجح الذي يرغب في التغيير الحقيقي في هذه الحياة أن يتخطى عوائق وعقبات التغيير؟ كل هذه الأسئلة مشاهدي الكرام يجيب عليها الدكتور أيمن الشيخ جمعة سهل في أمسية خطوات نحو التغيير في حلقة ثانية من جزء آخر من قررت أن أغير حياتي. مرحبا بكم متابعين ومشاهدين مستمعي الكرام عبر إذاعة الطيبة ومشاهدينا الأعزاء. مساء الخير دكتور أيمن. حياك الله أخي أبو بكر الزاكي، بارك الله فيك. التغيير الإيجابي بإذن الله تعالى. دائما في مشاهد ما حضر الحلقة الماضية عاوز يتعرف عليه، ما هو التغيير المقصود اللي بيرغب فيه الإنسان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أرحب بك أخي أبو بكر، وأرحب بالإخوة المشاهدين والأخوات كذلك، وأرحب بالإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، وحياكم الله جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الحلقات جميعها وخاصة التي نحن بصددها الآن التي تحمل هذا العنوان الذي أظن أنه عنوان يفرض على المقدم أولا وعلى من يشاركني في هذه الحلقة، يفرض علينا مسؤولية أن لا نتحدث في مثل هذا الموضوع إلا ونكون نحن قدوة في مثل هذا الأمر، لأن الله سبحانه وتعالى يسأل الإنسان إذا تحدث في أمره وهو لا يعمل به ستكون هذه مصيبة وطامة كبرى. فعندما نتحدث حول قررت أن أغير حياتي، هذه العبارة أو هذه اللفظة أو هذا الشعار الجميل والرائع جدا جدا، فالواجب أن نكون نحن من أول من يلتزم بهذا الأمر. الواجب أن الإنسان يفكر في ذاته أولا عندما يحدث الناس، يجب أن يكون هو أول من يستشعر أنه يريد التغيير. وهذه أخي أبو بكر قاعدة عامة في حياتنا جميعا، وممكن الإخوة المشاهدين والمستمعين يلاحظوها، اللي هي أنه نحن من الإشكاليات الكبيرة جدا اللي بتمر بينا في حياتنا، ما كلنا لكن أغلب الناس، أنه سبحان الله وقد تكون طبيعة بشرية، أنه الإنسان لما يسمع كلام بيشعر شعور قوي أن هذا الكلام قاصدين به كل الناس إلا هو. يعني لما نتكلم عن حلقة زي حلقتنا دي والحلقة الفاتت قررت أن أغير حياتي، قد ينصرف إلى ذهن الكثير من الناس ومنهم أنا وأنت، قد ينصرف إلى ذهننا أنه المقصود بها يا جماعة يلا غيروا حياتكم، يا جماعة غيروا حياتكم. ليه ما يكون نتكلم بطريقة تانية؟ يا جماعة ليه ما تكون وجهة نظرنا يلا نغير حياتنا، يلا أنا أغير حياتي، يلا أبدأ أنا أغير حياتي بالضبط. يعني تكون البداية منك أنت. أيوة، ودي قاعدة في كل البرامج البسمعة والمحاضرات البسمعة والأشياء اللي بشوفها والفوائد اللي بستمع لها، لما أنا أحاول أنه كل الأشياء حولي أصبها لي أنا، صدقني حتتغير حاجات كثيرة جدا. وأبرز مثال هو كتاب الله سبحانه وتعالى، لما نقرأ آيات الجنة والنار و تلقى الواحد بيتخيل أنه الكلام ده موجه للناس، الآيات دي للناس العصاة ودي للناس المتقين شديد، فهو في كل الحالات يكون مارق نفسه من الموضوع. فأنا أتمنى إن شاء الله تعالى كمقدمة لهذه الحلقة أنه أنا أولا وأنت يا أبو بكر ثانيا ثم جميع من يشاهد ويستمع، أن تكون الرسالة موجهة إلى ذواتنا. يعني لو افترضنا أنه في أب قاعد يحضر مع أولاده ما يتخيل أنه الكلام ده موجه لأولاده، هو لأولادك وإنت معاهم. لو في أم قاعد تسمع كلامنا ده ما تتخيل أنه دكتور أيمن ده وأبو بكر قاعد يتناقشوا في موضوع عشان يفيد لي بناتي وأولادي في البيت، لا أنت برضو من ضمن المقصودين، زي ما أنا مقصود وزي ما أنت كذلك مقصود بمثل هذا الكلام. وأنا أتمنى أنه من الحلقة الفاتت من الأسبوع الماضي لحد حلقة الليلة الواحد يكون فعلا لقى له حاجة حاجتين ثلاثة أربعة في حياته وبدأ يغيرها، حتى وإن كانت حاجات قليلة ويسيرة، فالقليل مع القليل يكثر، والسيل العظيم إنما هو قطرات ثم أصبحت انهمرت حتى صار هذا السيل، والجبل الكبير إنما هو من الحصوات الصغيرة.
طلبك الذي طلبته لو في زول فاتته الحلقة الفاتت حلخص له ببساطة شديدة جدا في العنصرين الرئيسيين. ونحن كلامنا الكثير كله اللي قلناه في الحلقة الفاتت يا أبو بكر كان بيتكلم عن حاجتين. الحاجة الأولى ما هي جوانب التغيير، أنا داير أغير في حياتي أغير شنو، اتكلمنا عنها كلام طويل، لكن قلنا أنه أبرز حاجة أو نوعين. النوع الأول تغيير شامل، ممكن زول يقول أنا داير أغير كل حاجة، أنا داير أكون زول مختلف عن الشخص السابق، وممكن شخص يقول لا أنا عندي جوانب معينة أنا مهتم أني أغيرها، أنا أريد أن أغير علاقتي مع الله سبحانه وتعالى تكون أحسن وأفضل للجانب الروحي، أنا أريد أن أغير علاقتي على مستوى الأسرة، داير أنا أكون أب أحسن، أنا داير أكون أم أحسن، أنا داير أكون ابن أفضل، أنا عارف الغلط شنو وعارف الصح شنو، دائما بتمنى أسوي الصح لكني عايش حياتي كلها وأنا بتمنى أسوي الصح، لا أنا داير أطلع من حكاية أني بتمنى لحكاية أني أنا قاعد أنفذ في الحاجة الصحيحة. أيضا من الجوانب اللي تكلمنا عنها الجوانب الاجتماعية، علاقة الزول مع المجتمع داير يكون فيه أحسن، في الجوانب الاقتصادية، الجانب المادي أنا داير أحسن وضعي المادي، داير أكون ماديا أحسن، أنا داير في الجوانب دي برضو أغير الجانب العقلي عندي، المعارف والاستفادة تكون أعلى، أنا داير أغير الجانب الصحي عندي، يكون الجانب الصحي عندي أقوى وأفضل، أنشط في عبادة الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من الجوانب. دي كلها كانت عبارة عن أمثلة. دي النقطة الأولى اللي تكلمنا عنها في الأسبوع الفات. الحلقة كانت بداية ومدخل أول يهيئ المشاهد أن يا أخي يعني ما هو التغيير في عدد من الجوانب في الحلقة. بالضبط، هي اللي هي مجالات التغيير. التغيير اللي هو أنه زول ينتقل من مرحلة أو من حالة واقع فيها الآن لحالة مأمولة ينتقل فيها، الانتقال ده هو التغيير. وإن كان مصطلح التغيير بعض الناس بيقول لك لا الأفضل نقول مصطلح الإصلاح، أنه الإنسان يصلح نفسه، لكن عموما هي اشتهرت التغيير. بعد ذلك تكلمنا عن الأسباب، ليه نغير أنفسنا، قلنا أنه دي استجابة لله سبحانه وتعالى، قلنا بنغير أنفسنا لأنه المؤمن لما يكون مؤثر بيكون أجره أعظم عند الله، بنغير أنفسنا عشان نعمر الأرض، والإنسان هو خليفة الله في الأرض، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، الإنسان بيتغير للأحسن عشان يحقق ذاته ويشعر بالنجاح. وذكرنا حكاية محمد بن أبي عامر، الدولة العامرية التي كان فيها هذا الخليفة فقط الذي بدأ حمارا ثم انتهى خليفة. ثم ختمنا بأنه حتى نجمع سعادة الدنيا والآخرة، دي أبرز الأشياء اللي تكلمنا عنها في أول حلقة من حلقات قررت أن أغير حياتي بهذا العنوان. طيب دكتور أيمن، أنا ما ممكن أغير إلا بعد أكمل بعد أتم من العمر 40 عام. يعني بتجد بعض الأشخاص بيربط مسألة التغيير للأفضل أو لغيره، إنه يا أخي يقول لك يا أخي أنا والله لو ما كملتها 40 سنة 50 سنة 60 سنة ما بتغير. كيف ممكن نبدأ برسالة أولية لحلقة اليوم؟ جميل. الشخص بيربط التغيير بالعمر، فترة عمرية. أبو بكر الناس دي ما قاعد تربط التغيير بالعمر، الموضوع باختصار هو سوف، هو تسويف. أبو 40 ده قبليها كان عنده كلام بيقوله لنفسه، أنا شاب حاسس أني ماشي غلط، داير أتغير، داير أبقى شاب أحسن وأفضل، بقول يا أخي أنا الآن لسه في سن الشباب، خلينا لما نتخرج من الجامعة أنا اليوم البستني فيه شهادة التخرج خلاص حغير حياتي، لأني بقيت خريج ودخلت في عالم تاني، عالم الشغل وعالم الوظيفة وعالم علاقاتي اختلفت، وأصحابي حيتغيروا في الجامعة حخليهم، فحأقدر أغير حياتي 200 لما نتخرج من الجامعة. فيتخرج من الجامعة وما يحصل أي تغيير، فيبدأ يفكر يقول لما نشتغل لحد ما يجي الشغل يكون 2-4، لو قدر الله تعالى واشتغل برضو حال يقول أنا أنسب وقت ممكن أتغير فيه هو لما ندخل في الحياة الزوجية. على فكرة الزول قبل الزواج حاجة وبعد الزواج حاجة مختلفة تماما، قبل الزواج دي حياة وبعد الزواج حياة مختلفة، إذن أنا ممتاز، أنا أبدأ تغيير حياتي أول ما أعرس، أول ما أتزوج حكون إنسان تاني، والبيت تقول لك أنا أول ما أتزوج حكون إنسان أخرى وحأبدأ في كذا وكذا وكذا وأكون واحدة مختلفة تماما. الزول يتزوج ومع لخمة الزواج مشى 2-3 وبدوا أطفال وشفعوا لخمة وغيره وغيره وغيره، بعد ذاك نجي في التفكير اللي قلته إنت، واحد يقول لك الواحد خلاص عمر الشباب ده مشى، الواحد قرب من سن 40، 40 دي خلاص الواحد بعد ده يتجه لربنا ويبدأ التغيير، وإذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني وأنا حأتغير، يجد نفسه لما نوصل سن 40 الحاصل ببساطة أنه بقى ما قادر، ما قادر. أبو بكر عارف أصعب شعور لما تحس أنك أنت داير وما قادر، يا الله يا أخي الحاجة دي مؤلمة ألم شديد جداً، أنا داير أكون إنسان ناجح لكن ما قادر، أنا داير أتغير في الموضوع الفلاني لكن ما قادر، أنا داير أتغير في جانب تعاملي مع أهلي لكن ما قادر. الحاصل شنو؟ الحاصل أنت قاعد تبني تراكمات تراكمات سنوات سنوات قاعد تبني تبني تبني، عايز تجي تقول لي فجأة دار أتغير؟
كل حاجة بيد الله، وممكن الزول فجأة يتغير زي ما حنعرف بعد شوية في مجموعة من الأحداث والقصص، لكن في النهاية التراكمات دي محتاجة مني برضو شنو؟ شوية أيوة أنه أتفكك من أغلالة. أبو 40 حيقول لمن أكبر، حيقول يا دوب أنا بدأت في حياة التجارة وجمع الأموال وخليها 50 و60، فجأة فلان مات انتهينا، غادر الحياة وهو كان يريد أن يتغير، وليتها كانت نية جادة وجازم ربما كتب له أجرها، لكن كانت مجرد كلام للأسف الشديد. طيب كل زول عنده نظرة معينة للتغيير، التغيير الإيجابي نحو الأفضل، دي نقف على مواقف وآراء وتصنيفات الناس في التغيير، في نظرتهم ذاته للتغيير، يعني الفروقات بيناتهم شنو؟ موقف الناس من التغيير، ممكن نقسمه لأربعة أصناف من الناس. طيب نبدأ بالموقف الأول. الصنف الأول ديل صنف مرتاحين تماما، اسمهم الرافضون للتغيير، ده مرتاحين، ما يكونوا كثيرين، الكلام ده أصلا ما واقع لهم، الكلام ده من أو كل كلامنا ونستنا دي هم مستمتعين بها، بيبتسموا والله كلام سمع خلاص، والله ده كلام جميل يا أخي، الواحد مفترض يتغير للأحسن، لكن هو شخصيا ما عنده رغبة. يعني أبو بكر مذكر معاي في حلقات الفاتحة اتكلمنا عن حاجة اسمها شنو؟ دائرة الأمان. أيوة ده ناس عايشين مرتاحين، مش مرتاحين قروش، لا أقصد مرتاحين من ناحية أنه عندهم روتين يومي عايشين بهم، ماذا نطلعوا منه؟ أنا أغير ليه؟ مالي يقول لك أيوة في شنو يعني، في شنو بغيره؟ هو في شنو؟ أنا أموري ماشية، أنا راضي بالحاجة اللي أنا فيها دي، مع أنه هو عارف أنه في حاجات سيئة جدا في حياته ومحتاجة لأنه يغير فيها أفضل. أيوة، وعارف أنه في حاجات مش سيئة، في حاجات غلط تماما، وعارف أنه في حاجات هو مقصر فيها، وا وا وا، لكنه لما يخش في الحاجة دي بيحس أنه التغيير ده بالنسبة له مصيبة. أشبه مثال لهم ما أعرف كان قلته قبل كده في حلقة سابقة ولا لا، اللي هو الجنين في بطن الأم، يمكن نكون قلناه في حلقة. أيوة قلنا الجنين ده في بطن أمه في التسع شهور دي، خاصة في الشهور الأخيرة اللي بيقى فيها الجنين كامل، الجنين ده الدنيا عنده هي شنو؟ بطن أمه دي الدنيا كلها، أكل وشراب واهتمام، أكل وشراب وفسحة، اللي بتتخيله ده يتخيله، بطن الأم ده بالنسبة له هو الدنيا، كونه يطلع منها لعالم آخر دي بالنسبة له كارثة مصيبة. عشان كده لو شاورته هو شخصيا، هو ما عارف الراجي وشنو من متع الدنيا العظيمة بالنسبة له، بس المساحة الصغيرة دي الرحم اللي هو قاعد فيه ده بالنسبة له تمام الأمور مظبوطة. يا زول التغيير، تغيير شنو؟ التغيير ما عارف انه حيودينا لوين، التغيير ده ممكن يبهدلنا ممكن، وهو لا يعلم أنه إذا خرج من بطن أمه إلى الدنيا سوف يرى أنواع وأشكال من المتع والمباهج والناس والمحبة والأمة اللي هي محتضنة، والآن دي حيشوف بعينه، حيشعر بحنانة، حيشوف أب، حيشوف إخوة، حيحس بمتعة، حيشوف حاجة اسمها أصدقاء، حيستمتع بدنيا، حيستمتع بعبادة، دي كلها بالنسبة له حاجات بخاف من اي تغيير ممكن يوصل اليها، وقاعد في دائره الارتياح. بالضبط. طيب اول حركه يعملها الصراخ. ايوه، ما هو الصراخ ده هو الانتقال من المرحله دي للمرحله دي، المفاجاه بالدنيا اللي هو دخل فيها دي، ثم بعد ذلك الدنيا مختلفه، المساحه الصغيره دي بقت بالنسبه له كون كامل. الكلام ده ابو بكر ينطبق على كميه كبيره جدا من الناس اللي هم الصنف الاول اللي اسمهم الرافضون للتغيير، دل بيرفضوا التغيير تماما، لانهم بحسوا انه التغيير ده عباره عن بهدله، بحسوا انه التغيير ده حاجه لا تطاق، بحسوا انهم لا بيقدروا عليه، ما فيهم حيل لكلام زي ده، ما قادرين يستوعبوا انه ممكن يكون حاجه احسن، فبنقولوا خليك في وضعك اللي انت فيه احسن لك مما تتفاجأ بانه بقيت في حاجه ما عارف هي شنو اساسا. اذا دي اسمها دائره الارتياح، بتخلي الناس قاعدين فيها وما عندهم اي رغبه في الخروج. للاسف الشديد ابو بكر ان هؤلاء الناس هم الاكثريه، اكثريه الناس هم الناس الرافضين لماذا؟ للتغيير. نحن نتكلم عن التغيير الشخصي، التغيير في حياه الانسان. طيب نمشي للصنف الاول، نمشي للصنف الثاني والنوع الثاني في نظرتهم لانه دارين يغيروا. ممتاز. الموقف الثاني من مواقف الناس في التغيير هم المترددون في التغيير. متردد يعني مرة أيوة ومرة لا، مرة يحس أنه دي حاجة كويسة أنا ممكن أسويها، ومرة يقيف، مرة يجيه رغبة ومرة يجيه رهبة، مرة يجيه حرص ومرة يجيه خوف، فتلقاه في تردد. للأسف التردد ده لو استمر معاه حيبقى واحد من الصنفين، إما ينتقل إلى الصنف الأول اللي هو الرافضون للتغيير وخلاص، أو يمشي لصنف أحسن حنجيه بعد شوية بإذن الله تعالى. إذن ده الصنف الثاني اللي هو الناس اللي بيقدم رجل ويأخر رجل، وهم برضو كمية كبيرة جدا من الناس ما بسيطين.
بنمشي للنوع الثالث. الموقف الثالث من مواقف الناس هم الراغبون في التغيير لكنهم يحتاجون إلى دعم. الراغبون في شنو؟ في التغيير. في التغيير لكن داري اليوم هبشة، داري اليوم كتف، داري اليوم لزة، داري اليوم دفرة، داري اليوم يعني حاجة كده، داري اليوم كلمة. في بعض الناس يا أبو بكر ممكن يكون على استعداد كامل للتغيير، جملة تقولها له بوف ينطلق. وكم من كلمة واحدة كانت سبب أساسي من دخل الزول يتغير. صحيح، أثرت أكبر في ناس. أيوة. لو تسأل بعض الناس اللي بيقوا أحسن البقاكم أحسن شنو، ممكن تستغرب أنه جملة قال لها زول، قالوا في جملة معينة في زول قال له غيرته أو تماما، أو قاعدة أو خاطرة أو جملة أو حتى عبارة شاهدها واستمع لها وقال من زورها. في أيوة. ناس محاضرة ربنا سبحانه وتعالى وضع في قلبه أنه العبارة دي تكون مؤثرة بالنسبة له، فده أصلا عنده الاستعداد موجود. الاستعداد موجود لكنه محتاج إلى شنو؟ محتاج إلى الدفرة دي أو محتاج إلى الدعم، وهذا هو الموقف الثالث. طيب نجي في الموقف الثالث إن شاء الله نواصل معك. مشترك راه في كل مكان، إذا لم يستطع الواقع يغير حياتك الأفضل فسعى أنت إلى التغيير نحو واقع أفضل وجميل. بعد الفاصل إن شاء الله تتواصل مجموعة المهارات الأساسية في ماهية التغيير، كن متابعين إن شاء الله. بإرادتنا حين نريد يأتينا قاص وبعيد، بإرادتنا حين نريد يأتينا قاص وبعيد، نطلب آمالا ونزيد. الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. ونعانق العيش الهني نحيا ونرشف من شذا، نحيا ونرشف من شذا. على سنتك نعيش. بإرادتنا حين نريد يأتينا قاص وبعيد، بإرادتنا حين نريد يأتينا قاص وبعيد، نطلب آمالا ونزيد. مشاهدينا الكرام في كل مكان، سئل أحد رجال الأعمال الأثرياء الذين يمتلكون ثروة ضخمة وأموالا وشركات وموظفين في مختلف المجالات، سئل سؤالا واحدا وأجاب بإجابتين. السؤال كان: كيف تحصلت على هذه الثروة الضخمة؟ قال: قررت أن أكون. للإجابة الأولى قال: قررت أن أكون ثريا. بعدها: ثم حاولت أن أكون ثريا. يعني تتلخص مفردة التغيير الإيجابي نحو الأفضل بمفردتين: القرار السليم الإيجابي المدعوم بمجهود وخطة منهجية. الإجابة الثانية: حاول، لأن المحاولة دوما تضع الإنسان في محور الإجادة التامة لكل مهارات التغيير الإيجابي. نواصل خطوات نحو التغيير مع دكتور أيمن الشيخ. جمعة سهر دكتور، حياك الله وبكر، بارك الله فيك. نواصل في مواقف وأصناف الناس في التغيير: الرافدون، الراغبون، المترددون. جميل، بدأنا بالجزء الأول، قلنا ديل الناس بتاع منطقة الراحة اسمهم الرافضون للتغيير، وديل كمية كبيرة جدا من الناس. اتكلمنا عن الصنف الثاني وهم المترددون في التغيير، اللي بيقدم رجل ويأخر رجل، وقلنا ديل برضو كمية من الناس أكيد هم أحسن من السابقين. ثم ذكرنا الصنف الثالث، والصنف الثالث بلا شك أنه صنف كويس، وصنف يعني هو على بعد مسافة قصيرة جدا من أن يصبح فعلا جاد في التغيير، وهو الصنف الراغب في التغيير لكنه يحتاج إلى دعم. الناس ده يا أبو بكر على فكرة هي مشكلة، كونك تكون راغب لكن محتاج إلى دعم معناها كأنك قاعد تحس أنه مفترض يجي زول ويمسكك من يدك ويقول لك يلا مع بعض نمشي عشان نتغير. يعني في ناس بتخيلوا كده أنه أنا عشان أتغير حاسس كده أنه لو لا قدر الله زول عزيز عليه حصل له حاجة ماتت ممكن أتغير، أتأثر جدا وأتغير. أنا حاسس أنه لو حصلت حاجة كبيرة جدا في حياتي، مصيبة ولا كارثة ولا كده، ممكن أتغير. لا، ليه الإحساس ده؟ ليه الإنسان بيحس أنه هو محتاج لداعمين دائما؟
هو إحساس الإنسان بأنه يريد التغيير ده إحساس رائع جدا. بس حكاية الداعم دي الواحد قدر الإمكان يحس يحاول أنه يطلع منها، يحاول يحسس نفسه أنه إنه هو مسؤول من نفسه، مسؤول من نفسه. أيوة، ما هو الداعم ده ممكن ربنا يسهله لك ممكن ما يتسهل لك، فحتفضل منتظر بس إيه زور يديك الدفرة دي. الدفرة دي كان ما جات، لو الدفرة دي أنا جات دي فعلا، لو الدفرة دي ما جات، لو المساعدة دي ما وصلت، حتفضل انت كما انت رهين رهين عدم أيوة المساعده. ايوه الامتين، يعني الامتين الانسان منا محتاج له حاجه خارجيه، ليه ما يكون من جوا؟ وده قضيه مهمه جدا لما نتكلم بعدين عن قواعد التغيير، حنعرف انه من الاساسيات في موضوع قواعد التغيير ان التغيير يبدا من الداخل، يبدا من جواك، من جواك مهما كنت على فكرة، أيا كان نوعك أو طبقتك أو لونك أو مستواك التعليمي أو مستواك الأكاديمي أو 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 أو، أنت بتقدر أنك تغير نفسك مهما كان. طيب أنا عندي سؤال هنا دكتور لازم أسأله قبل النقطة الجاية، الفرق بين التغييرين، التغيير اللي بيحصل عن طريق موقف حادث صدمة يعني حصلت لك، والتغيير اللي بيأتي من الداخل النابع بمجهود منك، الفرق بيناتهم شنو؟ أنا ما بقدر أجزم لك، هو طبعا اللي بيخطر في بالي أنا أول حاجة أنه النابع من الداخل غالبا بيكون استمراريته أكتر، وأنه ضمان أنه يستمر أكتر، وأنه اللي بيأتي بسبب موقف عارض ممكن يكون حاجة أول ما ينتهي الموقف أو يبرد أو يهدى الواحد يرجع لطبيعته، لكن ده توقع مني أنا، ليست معلومة أكيدة. يعني ربما يكون إنسان عنده موقف صادم ومع ذلك استمر في التغيير، وإنسان آخر بدأ التغيير من داخل لكن توقف. عموما التغيير من الداخل أبو بكر بلا شك أنه هو الأفضل والأحسن. إذن هذا هو الصنف الثالث من أصناف الناس المتعلقة بالتغيير. باقي عندنا الصنف الرابع والأخير، وهذا الصنف يمكن أن نسميه هو السائرون على طريق التغيير. دي أصلاً ما شغالين بكلامي وكلامي، دي أصلاً من زمان ماشين، في ناس ماشين، لاحظوا عليكم ولا تلفتوا كده في أصحابكم وفي أصدقائكم وفي بعض معارفكم في بعض أهلكم، حتلقوا النوعية دي فيه. في ناس بتحسوا أنه المكنة حقتهم مدورة من زمان وماشين كويس، ما متلفتين لحكاية أنه فلان ده رافض التغيير وفلان ده متردد في التغيير وفلان داير دعم. لا، نحن أنا وإنت الآن بنتكلم في الكلام ده، هم شغالين الآن في تغيير في حياتهم، قاعدين الآن هم شغالين في تغيير، هم عايشين مع أصحاب وأصدقاء قد يكونون من النوع الأول أو الثاني أو الثالث، لكن هم مدورين شغال. أيوة. حتى تلقاهم متميزين يا دكتور في طريقة تفكيرهم في طريقة كلامهم، في انه ياخذ غيره للافضل بايجابيتهم الذاتيه. بالضبط. بس انا ما دار انا اتخيل او انت تتخيل او المشاهد يتخيل انه لما نتكلم عن تغيير بنتكلم عن تغيير اكاديميات او الى او غير ذلك. لا، انا اضرب لك مثال بسيط بصلاه الصبح. بنتكلم مثلا عن زول داير يغير نفسه في صلاه الصبح، زول من النوع اللي لو ساهر ما بيقدر يصلي الصبح. في زول رافض للتغيير، مستسلم لانه بينوم من صلاه الصبح، مستسلم للموضوع ده تماما. اسوي شنو؟ ربنا خلقني كده ما بقدر اصحى للصبح، حاولت لكن ما بقدر اصحى، استسلم لانه ما بقدر يتغير. وفي نوع ثاني شنو؟ متردد، مره ايوه ومره لا، مره ايوه ومره يصحى ومره ما يصحى. ده انا بديك مثال على تغيير بسيط، ليه؟ عشان ما ناخذ في بالنا في التغيير بس الاشياء الكبيره. ده مثال جميل ذاته بينه وبينبهنا انه مواقف الناس من التغيير. طيب نمشي للاخر. وممكن نفس الشخص يكون داير له دعم، زول بيصحى للصبح لكن محتاج زول يشجعه دائما. نحن اثناء ما بنتكلم عن الناس ديل كلهم في زول ثاني اصلا هو قاعد يصلي شنو؟ الصبح. قاعد يصلي الصبح، يعني غير نفسه من زمان وانتهى، كان عنده اشكاليه وصلحها وبقى مستمر في التغيير ده للافضل وللاحسن. نسال الله انه يثبتنا جميعا في اي تغيير نريده انه نستمر فيه للافضل وللاحسن. اذا ده النوع الرابع، وهم الناس اللي سلكوا طريق التغيير. من التغيير على سبيل المثال ابو بكر موضوع الزهج من الشارع العام، دي من الاشياء الموجوده عندنا بعبارات وبالفاظ. ايوه، يعني الزول تلقى بيزهج من التعامل مع الناس، يعني ممكن زي ما قلنا سابقا ممكن كمساري في حفله ينكد لي يومي، بيقول لي كلمه كده، يرمي لي كلمه ما قبليه مثلا، ولا يرمي لي كلمه فيها استحقار، ولا يرمي لي كلمه فيها، وانا افضل اتشاكل معاه وافضل متنكد اليوم كله عشان البني ادم ده، يكون اليوم كله خلاص ضاع بسبب. بالضبط. انا ممكن سايق عربيتي في زول ضايقني افضل متنكد اليوم كله قاعد اسيب فيه في الطريق، والكلام ده قلناه قبل كده. التصرفات الشارع العام، لانه الشارع العام ده بنعيش فيه كلنا، فانا داير اتغير. انا يا اخي ما بستحمل انه انا كل زول يجي ينكد علي، انا داير انه نفسيتي تبقى احسن في التعامل مع الناس دي. لما زول يهرشني ولا يشاكني انا بضحك ببتسم، بحس انه يا الله يا اخي زول ده مضايق معنا يا اخي، والله خساره يكون مضايق، يا ريته يكون فرحان زيي. انا داير اصل لمرحله زي دي، ده تغيير ولا ما تغيير؟ ده تغيير. في ناس بدوا في طريق التغيير ده خلاص بيقوا عايشين حياتهم باريحيه،
ما في شيء بزعله، لا في شيء بضايقه، لا في زول ممكن بكلمة، لا، لما يدور يزهج بيزهج بمزاجه، لما يدور يفرح بيفرح بمزاجه. ما في زول تاني، ما في بني آدم تاني بيتحكم في مشاعري. أنا داير أصل للمرحلة دي، ده مرحلة التغيير. في ناس يقول لك لا اصلا انا زهجان والدنيا قرف والبلد كلها كده والناس ما بتستحملهم والزول روحه طالعه، ذي رافضون للتغيير. ما داري يتغير وانا مصنف. وفي زول ثاني قاعد يحاول، مره يصبر ومره يزهج، مره يصبر ومره يزهج. وفي زول صبره كثير محتاج زول يساعده يديه كلمات حلوه، ايوه كده تمام واصل، ما تشتغل بالناس وعود نفسك. وفي زول اصلا وصل لمرحله انه شنو، خلاص بقى زول ما دام نسميه بارد، بقى زول هادي، بقى زول قابل لانه يتفاعل. ما ده مثالين للتغيير، مثال التغير مع الشارع العام، مثال التغيير في صلاه الصبح، وطبقنا عليها المواقف الاربعه اللي ذكرناها في اصناف الناس. شكرا جزيلا دكتور ايمن، ايضا جدد رحاب بكل الذين انضموا لمتابعتنا مساء عبر قناه طيبه الفضائيه واذاعه طيبه. ان شاء الله نرحب بكل الناس اللي عندها رغبه في انها تشارك وتتصل وتتواصل او حتى تستفسر او تضيف لنا معلومة. برنامج خطوات نحو التغيير برنامج يهدف انه يرتقي بمهاراتنا، بتعاملاتنا، بسلوكياتنا، بقيمنا. بمشيئة الله ارقام الهواتف تاتي تباعا الان على الشاشة 0-183-43-46-88، في امكانية لرقم اخر هو 183-40-77-77. في انتظار اي اتصال او مهاتف او تلاقي ان شاء الله نتواصل معكم فيه بخطوات نحو التغيير في موضوع قررت أن أغير حياتي. وبكر بعد إذنك، بس أنا بمناسبة الاتصالات أنا أتمنى المتصلين لو في زول دخل علينا في أثناء بعد ما يسأل سؤاله، يعني يدينا مثال، لو عنده يعني مثال لحاجة غيرها في حياته أو في حاجة ناوي أنه يغيرها في حياته عشان نكون شغالين بأمثلة تطبيقية وعملها ربط مع ما بين الأسر. نعم. شكرا جزيلا دكتور أيمن. القدوة دائما بتمنحنا، بتلهمنا أنه الزول يبقى ممتاز ونبقى يمشي للأحسن والأفضل ويسير في طريق التغيير وطريق المعالي. دارين بعض الأمثلة والقدوات والنماذج للمشاهد والمستمع الكريم رفعت شعار قررت أن أغير حياتي. أنا بترك لك بعد شنو المساحة أنك تاخي تبدي علينا في الجانب إن شاء الله. الله يكرمك. طيب الأمثلة كثيرة جدا، أمثلة لناس غيرتهم كلمات عبارات أو عبارات أو مواقف أو تلميحات، ودي من أروع الأشياء أنه الإنسان حياته كلها تتغير لأنه ربنا سبحانه وتعالى ساق له حاجة حصلت أو شخص قال كلمة ممكن تكون الكلمة دي وقعت في قلبه فغيرت حاجة كثيرة جدا 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 فيه. عندنا قرابة 11 مثال، خلينا نشبع أمثلة، نروي أنفسنا كده بناس ممكن نعتبرهم رفعوا هذا الشعار، سواء كانوا كانوا صحابة، سواء كانوا من العلماء، سواء كانوا أو غير ذلك. تمام، نبدأ فيه مباشرة. طيب نبدأ فيه إن شاء الله علي بال ما نستغل أي مكان ما شاء الله، نحن غدوة ونواصل إن شاء الله. ممتاز. المثال دائما دكتور أيمن دي واحدة من القواعد تذكرها أنت، بيتضح المقال لو ضربنا مثال بشخص بنموذج بتقوم شنو الفكرة تكون عندنا واضحة جدا. جميل، لو جاء أي اتصال في أثناء النماذج ما في مشكلة، ممكن ننهي النموذج ونأخذ الاتصال مباشرة. طيب نبدأ بأول نموذج. أول نموذج هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عبد الله بن عمر صحابي مجتهد مثل بقية الصحابة. كان مرة سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم جملة بعد ما رأى رؤيا في المنام، ثم قص هذه الرؤيا على الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول قال له خير. بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أداه وحدة، أداه شنو؟ قال عليه الصلاة والسلام، تخيل اللي بيتكلم منه الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق والمستمع هذا الصحابي الشاب عبد الله بن عمر، قال عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. قال شنو؟ نعم الرجل. يا إلهي، سيد الخلق عليه الصلاة والسلام يقول عني أني سأكون نعم الرجل. يا رسول الله لو حصل شنو؟ نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. الله، الكلمة دي وقعت موقع من هذا الصحابي، حتى جاء في رواية الحديث قال: فكان عبد الله بن عمر لا يترك قيام الليل أبدا حتى مات، ولا مرة ما ترك قيام الليل ولا في لحظة من لحظات، حتى وإن كان في معركة كان يقوم الليل رضي الله عنه وأرضاه. خلاص، ده شعار بتاع تغيير. أنا في موضوع محتاج له في حياتي، ذكروا لي منه الرسول صلى الله عليه وسلم، تغيير، انا لا اقوم الليل.
دار أغير الجانب ده في حياتي، فانطلقت بعبارة سمعتها من الرسول صلى الله عليه وسلم، فاتخذت قرار أنا لمتين بحب قيام الليل، لمتين بفضل أنا بحب قيام الليل، لمتين أنا بعشق قيام الليل لكن قاعد، لمتين أنا قيام الليل وجوه قيام الليل وجوه القائمين، والقائمين هم أشد الناس نورا، والبيقوموا الليل هم والواحد لما يشوف له إنسان يسمع بإنسان بيقوم الليل بيقول يا سلام وغيره وغيره، لمتين أنا بفضل بكون راغب في قيام الليل لكن ما بيحصل. عبد الله بن عمر رضي الله عنه قرر أن يغير حياته في هذا المجال اللي ممكن نعتبره حاجة صغيرة لكن هي بالنسبة له حاجة كبيرة جدا، فبدأ في قيام الليل ليصبح من أصحاب هذه الوجوه المضيئة، واستمر في هذا إلى أن مات رضي الله عنه وأرضاه. طيب نحن نمشي طوالي لمكالمة ونواصل معك إن شاء الله. السلام عليكم تهاني. السلام عليكم. الله يعافيك ويبارك فيك. وأختنا تهاني محمد أحمد. يعطيكم العافية، قرأتكم جميل. الله يبارك فيك ويخليك إن شاء الله. تفضلي. برمانيكو أن الإنسان يغير حياته، مثلا إذا كان يشاهد المسلسلات فجأة أخبر يهديه ويشاهد إلى برامج دينية. لا وفي ناس يعني يشاهد في المسلسلات لكن ما قادرين يغير حياته. لا تمام. شكرا شكرا جزيلا يا تهاني، شكرا جزيلا على المشاركة والمداخلة، شكرا جزيلا. عبد الرؤوف مساء الخير من الجزيرة الخضراء. مساء النور يا شيخ. بارك الله فيك وبارك فيك ان شاء الله. يجزيكم العافية. الله يكرمك. يا عبد الرؤوف، عبد الرؤوف التلفزيون بس لو في امكانية بعيد من التلفزيون معلش. بعيد من التلفزيون. تفضل. برنامج شيء جديد والله، جزاكم الله خير. بارك الله فيك. الله يجزيك خير يا عبد الرؤوف. والله ان شاء الله يكون في ميسان حسنات. امين الله امين الله. امين الله الحمد لله الشكر الله ما قصرنا نحو التغيير ان شاء الله يكون لكم دائم ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جزيلا عبد الرؤوف على المداخله، شكرا جزيلا. اضافه بسيطه للموضوع. مرحبا يا عبد الله تفضل. الله يبارك فيك. خلاص بشوف الوقت يمثل الأهمية الكبرى في إدارة التغيير جدا إن شاء الله تجد الإجابة يا عبد الله. شكرا جزيلا على مداخلتك، شكرا جزيلا. تواصل معكم في منى. مساء الخير. السلام عليكم. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا أختنا منى تفضلي. الله يبارك فيك. السلام إن شاء الله. اتفضل يا منى معاك على الهواء. والله البرنامج جميل جدا عاجبني والله. الله العافيه. الله يحفظك ان شاء الله يا منى. وبشكر الشيخ والله على كلامه الجميل. الله يكرمك. الله يبارك فيك. ديك العافيه. دائما قاعد يدينا نصائح والحمد لله اني يعني استفدنا منه كثير في العام الماضي. انا كنت ممتحنه الشهاده السودانيه، اتبعت الخطوات بتاعته والحمد لله نجحت يعني. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الف مبروك يا منى وشكرا جزيلا على روحك وحماسك وحتى مشاركتك. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. اقبال مساء الخير. اقبال من الزيدات. السلام عليكم. مرحبا يا اقبال تفضلي. الله احييكم وحييكم. الله يبارك. أتمنى أن يظهر برنامج ذاك يتم تصميم المنطقة الشعب الأرض. فالتغيير يبدأ في الله نفسه كما قال الله سبحانه وتعالى خير مرامي حتى يغير مزاجه. فليكن شعارنا هذه الآية وتغيير. أنا بحتفظ أنا مثلا غيرته. أنا الآن ربة منزل عمري ما يقارب 47 عاما. بعد ما انتهيت قررت اني ارجع اكاديميا والحمد لله وفقت قررت الجامعه بعد ذلك والان الحمد لله شغال بوظيفه معلم الانسان اذا داير يغير حياته ممكن يكون عنده شعار والحمد لله يعني بعد الحمد لله شكرا والتقدير موفق. شكرا جزيلا على مشاركتك اخوتنا اقبال من الزيداب على الرغبه والاصرار وان شاء الله ربي يحفظ لك اولادي. الو السلام عليكم. الاخ مزمل كيف صحتك كيف عندنا في شندي؟ الله يعافيك. لاخونا الشيخ الله يديك العافيه. طبعا التغيير والله اتمنى انه كل يعني الشعب السوداني وكل العالم انه يتغير
طبعا حقيقة يعني التغيير ذا الفضيات هل خلت الناس ما يتغيروا؟ نعم فضيات. نعم يا ريت يا شيخ يتكلم عن الفضيات دي. الله حقيقة إنه الناس يعني طبعا الفضيات دي يعني قلت الناس من التغيير، ونتمنى إنه كل الشعب في العالم كله إنه يتغيروا. نعم بارك الله فيك. شكرا شكرا يا مزدمر بشهد، شكرا جزيلا. يلا دكتور أيمن نبدأ لك بتهاني. تهاني دي قالت التعلق بالمسلسلات، الكلام ده حلقة كاملة يعني، يعني رد على المتصلين والإجابة لو دارين ناخد نديها حقها فهنديها حقها أكيد لازم. المشاركة ما شاء الله فيها حماس وفيها رغبة للتغيير وفيها إمكانين نزول للأحسن يعني. في بدأ التهاني التعلق بالمسلسلات. موضوع التعلق بالمسلسلات هي ذكرته كمثال كويس، ذكرته كمثال في الأشياء اللي الإنسان بيرغب في تغييرها. أنا ما أعرف أقول لك شنو، لكن أنا في رأيي الخاص أنه في ناحية إصلاح علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى كلام تهاني دم ينطبق 100%. يعني لو الزول لف وفتش شنو الحاجة اللي فعلا أفسدت علاقته بربنا سبحانه وتعالى حيلقى عفوا بعد بحث وتمحيص في تفاصيل يوم الصغيرة أنه من أكبر الأشياء خاصة عند البنات وعند النساء اللي بيقعدوا قدام التلفزيون كثير الإعلام. والله يا أبو بكر الإعلام له دور لا يتخيله شخص إلا شخص فعلا تأثر به هذا التأثر الكبير. ممكن لو في رجال أو في شباب مشغولين يومهم كله برا البيت ممكن ما يستوعبوا الكلام اللي أنا بقوله ده، لكن الكلام ده حيستوعبوه تماما البنات والنساء والناس اللي عندهم ارتباط كبير جدا بالإعلام. يا أخي إذا كان وزير الخارجية الأمريكي في سنة من السنوات يرسل رسالة، هذه الرسالة أرسلت كشفت أيام وثائق ويكيليكس التي تم تسريبها قبل سنوات، الرسالة مكتوب فيها بالنص الرسالة إلى فلان نقط نقط أو مشرف قنوات كذا، مجموعة قنوات معروفة تعتبر هي أكثر القنوات مشاهدة على مستوى العالم العربي بدون منافسة، الرسالة بالنص تقول له، كانت الرسالة بمناسبة إكمال 10 سنوات من افتتاح تلك القنوات، كلام ده قبل 15 سنة، قبل 15 سنة رسل له رسالة بمناسبة إكمال 10 سنوات من افتتاح تلك القنوات. الرسالة بتقول وزير الخارجية الأمريكي لهذا رجل الأعمال العربي المسلم، تقول له نبارك لكم بمناسبة إكمال 10 سنوات من افتتاح قنواتكم، ونفيدكم أننا استطعنا بالتعاون معكم خلال السنوات الماضية، خلال السنوات 10 الماضية، أن نغير في عقلية المواطن العربي ما لم يستطع الجيش الأمريكي أن يفعله في 50 سنة بالإعلام بالفضائيات بس، ولا إعلام بس مسلسلات بس، أمسك لي المسلسلات دي بس، أمسك المسلسلات وأعمل لك رسالة ماجستير أو دكتوراه في المسلسل والهدف منه، المسلسل والهدف منه، المسلسل والهدف منه، أعمل لك مخرجات للمسلسلات اللي بتتقدم سواء المسلسلات التركية المدبلجة، سواء المسلسلات الهندية المدبلجة، سواء المسلسلات البعض بيتم 5 سنوات، أنا لمدة 5 سنوات في مسلسل قبل فترة سمعت أنه وصل الحلقة رقم 1000، أنا لمدة 5 سنوات عندي ساعة من حياتي إكس خارج عبادة الله، ساعة كاملة ثابتة برا، دي مصيبة كبيرة جدا. دكتور أيمن ساعة غير مسلسل واحد غير ساعة، ما ساعة أزيد من ساعة، ساعة ونص غير الإعلانات وغير يعني وغير الفضائيات بيسبب عزلة اجتماعية بين الأسر اللي قاعدين مع بعض، يعني الأب والأم يكونوا بعيدين جدا. وأكبر آفة دكتور أيمن المسلسلات الهندية يعني جلستين فيها أكثر من ساعتين. يعني أنت لاحظ معي أبو بكر الأثر اللي بيطلع به والمشاهد شنو. أنا ما دار أقلب الحلقة عن أتكلم عن الفضائيات، لا أنا دار أقول أنه حاجة زي دي ما بتقدر يا تهاني ويا غير تهاني لو أي زول ناوي يغيرها ما بيقدر يغيرها إلا إذا حس أنه فيها مشكلة. ما هو في زول النوع الرافض للتغيير بيقول لك يا أخي ما مسلسل، يا أخي ما مسلسلات، يعني معقول حياتي حتتدمر عشان حضرت لي مسلسل ولا مسلسلين تركية؟ معقول حياتي حتتغير عشان يا أخي لاحظ علاقتك بربنا بقت كيف، تفكيرك في أشياء معينة بقت كيف،
الزول لما يحس بانه الحاجه غلط بيقدر بعد ذاك انه يغيرها. فبنقول انه الانسان الداير يغير اي موضوع خاصه موضوع الناحيه الاعلاميه لازم يتبع خطوات التغيير الدارين القواعد اللي حنتكلم عنها ان شاء الله تعالى ويحاول يطبقها, والا حيلقى نفسه ادمان, هو بقى مدمن وصل مرحله ادمان. يا اخي نحن ربنا سبحانه وتعالى وضعنا وخلقنا في هذا الزمان في هذا القرن 21. انا اسالك سؤال, أبو بكر الزاكي, لو كنت موجود في القرن 21 كما أنت الآن, أو كنت موجود في القرن 5 الهجري ولا 6 الهجري, هل تتوقع مستوى مقاومتك للمغريات حيكون واحد؟ أبداً. زمان ما كان عندهم البلاوي عندنا دي, زمان ما كان عندهم الحاجات الفاكة الموجودة في كل مكان دي, زمان ما كان عندهم البرامج زي دي, زمان ما. عشان كده في زمننا ده الزلو بيقى زول فعلا ماسك نفسه والله العظيم ياخد حسنات أضعاف مضاعفة من الأجيال السابقة. ليه؟ نسبة للمغريات الكثيرة اللي أيوة. عليك لأن الأجيال السابقة ما كانت عايشة. يا أخي نحن الواحد كان قال يمسك نفسه يوم كامل بحيث أنه شغال في مصارعة ما بين الشارع العام, ما بين التلفزيون, ما بين علاقات مع الأهل, ما بين يا أخي ده شو ده. أنا قاعد ليه قاعد صارع عشان أتقي ربنا؟ انا ليه قاعد اصارع عشان امسك عيوني ديل؟ انا ليه قاعد اصارع عشان ما اقع في حاجه غلط؟ اذا انت بتصارع عشان تبتعد, معناها انت حسناتك اكثر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشه رضي الله عنها اجرك على قدر نصبك, على قدر تعبك. لما ذكرت له انه تعبت في الحج والارهقت, الرسول قال لها كل ما تعبتي اكثر حسناتك اكثر. نحن في زمننا ده الدنيا بايظه, الدنيا منتهيه, الحاجه اللي حواليك الا الانسان اللي بيمسك نفسه. اللي بيمسك نفسه ده معناها اجتهد جهد اكثر, فربنا سبحانه وتعالى يثيبه عليه ثوابا اكثر. فنقول التغيير في هذا الزمن الانسان اللي بيقدر عليه ويحافظ على نفسه في جميع الجوانب باذن الله تعالى رفعته عند الله سبحانه وتعالى تكون اعلى واكثر. شكرا يا تهاني للمشاركه. عبد الرازق ايضا نحييك وجزاك الله خير ايضا على التحيه. عبد الله قال الوقت هو الحياه. موضوع الوقت عبد الله عندنا فيه كلام طويل, حنجوه في قواعد التغيير ابو بكر ان شاء الله تعالى. حنتكلم عن انه واحده من وسائل, عفوا ليس قواعد, واحده من وسائل التغيير استغلال الوقت. شفت ناس المسلسلات اللي قالتها قبل شويه دي, لو قاعده حسبت لقيت نفسها مثلا عندها في اليوم 3 ساعات مسلسلات, وعبت الثلاث ساعات دي بحاجات ثانيه قيميه اكثر. أيوة. وعودت نفسها على الحاجات الجديده حتلقى الموضوع انتهى. يا اخي النت ده موجود فيه اشياء مفيده جدا. المانع عشان يكون عندي جهاز لابتوب ولا كمبيوتر في البيت, بدل ما اقضي ساعتين ثلاثه في المسلسل اقضي ساعتين ثلاثه في اليوتيوب المفيد, اقضي ساعتين ثلاثه في مواقع اسلاميه مفيده, في مواقع ثقافيه مفيده, بلقى نفس المتعه ويمكن اكثر بوسيله ربنا سبحانه وتعالى ما بيكون غاضب علي فيها. منى طالبة كانت تابعت خطوات الحلقة في العام الماضي, بحمد الله وفضله نجحت وحققت نجاح باتباع الخطوات. أهمية التطبيق بلا شك أن التطبيق من أهم قواعد التغيير حنتكلم عنها. وأنا أتمنى أي واحد إن شاء الله تعالى استفاد من حلقات سواء في خطوات نحو التغيير أو في أي برنامج آخر أن يوصل الرسائل دي للآخرين. أجمل حاجة لما تسمع حاجة سمحة وتقوم ترسيل لإنسان آخر أو تفيد بها إنسان آخر. أيضا ننبه كل المشاهدين الكرام أنه كل حلقات خطوات نحو التغيير بمشيئة الله هي موجودة على اليوتيوب على رابط قناة طيب الفضائية برنامج خطوات نحو التغيير عشان تتحقق الفائدة وعبرها من خلال يستفيد المشاهد الكريم وحقق مجموعة من النجاحات في حياته. طيب إقبال من الزيداب ربة منزل 47 عام حققت نجاح أكاديمي كبير جدا على الرغم من المسؤولية بتاعت البيت. أكيد ربة منزل انقطعت عن التعليم فترة طويلة ثم عادت مرة أخرى ونهضت وقدمت لشغل العفو لدراسة جامعية ثم درست ثم هي الآن موظفة. ده مثال على التغيير, والمثال ده بينطبق على كمية من الناس. على فكرة أبو بكر أنا في بنات أسرتنا أسرة الخاصة بعرف أكثر من واحدة ربة منزل عندها أولاد وبنات وصلوا لمراحل المراحل العليا زي المراحل الجامعية والثانوية, وبعد ذاك وهي انتهت وقفت لحد المرحلة الثانوية أخذت شهادة سودانية وقفت بسبب الزواج والأسرة. بعد ذاك الآن بعد أكثر من انقطاع قد يصل إلى 15 سنة شالت ورقة ده ومش تقدمت لأي جامعة من الجامعات السهلة اللي ممكن تقرأ فيها بانتساب أو واحدة من الجامعات المفتوحة, درست سنة سنتين ثلاثة الآن معاه شهادة بتاعت جامعة وممكن تشتغل بها ممكن تفيد بها حتى لو ما اشتغلت بها. أيوة في النهاية الإرادة موجودة, ده جزء من التغيير اللي ممكن الإنسان يحدثه في نفسه. لين ما الواحد ما يقعد يفكر شنو الحاجات الناقصة اللي أنا ممكن أعدلها, حيلقى أنه في كمية من الحاجات اللي فعلا يستطيع أن يعدلها للأفضل. مزمل من شندي أيضا أتكلم عن الفضائيات والطبقة السرطان. صحيح موضوع الفضائيات موضوع كبير, موضوع ما سهل. ولما نتكلم عن التغيير أول ما بيخطر في بالنا التغيير في علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى,
ولما نفكر في التغيير في علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى حنفتش اول حاجه خارب الموضوع شنو حنلقاه هي موضوع الاعلام فصلح تتصلح باقي الامور باذن الله تعالى. شكرا جزيلا دكتور ايمن على الاجابه. طيب نواصل في القدوات والنماذج اللي كان بدنا فيها قبل الاتصالات والتلفونات. بدنا بعبد الله بن عمر رضي الله عنه. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل ما خلى قيام الليل، جمله واحده ما خلى قيام الليل. المثال الثاني الصحابي الجليل ابو ايوب الانصاري. ابو ايوب الانصاري كان عمره 90 سنه عندما شارك في جيش معاويه ابن ابي سفيان الذي توجه الى فتح القسطنطينيه. من ضمن الناس اللي حاولوا فتح القسطنطينيه معاويه ابن ابي سفيان، عنده جيش جهزوا لفتح القسطنطينيه، شارك فيه منه؟ شارك فيه الصحابي الجليل ابو ايوب الانصاري، وكان عمره كم زي ما قلت؟ 90 سنه. كان ابو ايوب الانصاري طول وقت المعركه فقط يردد عبارة واحدة بعيدة طوال لقائد المعركة معاوية بن أبي سفيان. العبارة دي شنو؟ بيقول له يا معاوية ناشدتك الله إن استشهدت أن تدفنني عند أسوار القسطنطينية. ناشدتك الله إذا استشهدت في هذه المعركة أن تدفنني وين؟ عند أسوار القسطنطينية. فكان معاوية بيستغرب شنو الطلب ده يعني إلا يدفن عند السور. فقال له يعني سهل ليه يعني شنو الإصرار ده؟ فقال له لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدفن عند أسوار القسطنطينية رجل صالح. ما قال أبو أيوب الأنصاري، ما ذكر، قال منه الرسول صلى الله عليه وسلم قال يدفن عند أسوار القسطنطينية رجل صالح. دي عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو أيوب قال من اليوم ذاك فرجوت أن أكون أنا هو. إيك من 200 يا أبو أيوب الأنصاري. قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده من سنوات، ووقعت في قلب أبو أيوب الأنصاري فتمنى وحرص أن يكون هو الرجل الصالح. الرسول صلى الله عليه وسلم قال البيدفن عند أسوار القسطنطينية هذا صالح، فرجوت أن أكون أنا هو. لاحظ عبارة استمر السنوات مع أبو أيوب الأنصاري إلى أن وصل الوقت الذي وجد نفسه فجأة يشارك في جيش، وجيش وين؟ عند أسوار القسطنطينية. حان أن أكون يا رسول الله أنا ذلك الرجل الصالح. ده المثال الثاني، ده الإصرار والعزيم والرغبة أنه يا أخي الزول يقدر يصل للحاجة اللي هو دايرة والرغبة حقيقة. ما هو ده تغيير، تغيير لشنو؟ أنا خلاص أنا بقى عندي هم في المجال ده، بقى عندي هم أن أحقق هذا الكلام الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. نمشي القدوة الثالث والنموذج الآخر. القدوة الثالثة هو أيضا صحابي، ودي كلها مواقف في جمل بسيطة. هو أبو أمامة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. أبو أمام الأنصاري جل الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أسألك عملا ينفعني الله به. بس ببساطة قال له يا رسول الله قل لي حاجة ربنا ينفعني بها، قل لي حاجة ربنا ينفعني بها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا أمامة عليك بالصوم فإنه لا مثل له. عليك بشنو؟ صوم. بالصوم فإنه لا مثل له. لو دار حاجة ربنا ينفعك بها خليك زوج شنو؟ صوام. عبارة في ثانيتين أو ثلاث ثواني قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الصحابة فكان أبو أمامة لا يرى إلا صائما هو وزوجته وأولاده وخادمه. قالوا فإذا رأينا نارا في بيت أبي أيوب بالنهار علمنا أنه قد أتاه ضيف. ما فطروا، إذا في ضيف جاي كيف نعرف أنه بيت أبو أبو أمامة، إذا أبو بيت أبو أمامة ده كيف نعرف جاء ضيف؟ بالنهار لو في نار مولع، لأنه ما عنده ما فحم بالنهار أصلا ما بيأكلوا لأنهم طوال شنو؟ صايم. صايمين. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلب منه الحاجة اللي قال له عليك بالصوم فإنه لا عدل له أو لا مثل له. ودي من حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم. لاحظ الرسول صلى الله عليه وسلم لما الصحابة يطلبوا توصيات كان بيديهم توصيات حسب شخصياتهم، حسب الحاجات اللي هو بيشعر انه بتنفع معاهم. ذاك طلب توصيه قال له لا تغضب، الاخر طلب توصيه قال له عليك بالصوم، الثالث قال له اعني على نفسك بكثره السجود. لاحظ يعني بيوزع لهم المهام الشخص اي ذو حسب العبادات التي يعني يشعر الرسول صلى الله عليه وسلم ان هذا الصحابي يحتاج اليها او انه يحبها او الى غير ذلك. حتى الزول المتقدم في العمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرت علي شرائع الاسلام، لا يزال لسانك ربا بذكر الله. ذكر الله قالوا الدنيا حاجه خفيفه. ذكر الله حاجه خفيفه وحسناتها عظيمه. اذا ايضا ممن رفعوا شعار التغيير هذا الصحابي الجليل ابو امامه الانصاري. الرابع ده هو الفضيل بن عياض. الرابع هو الفضيل بن عياض. الفضيل بن عياض الذي نعرفه الزاهد العالم ال كيف وصل الى هذه؟ ايضا بحدث بسيط جدا. اب الفضيل كان زول ساكت، الحصل انه تل بيوم من الايام في سور بيت يريد أن يفعل شيئا، يعني هجم له على بيت، تمام؟
يعني حرامي يقدر يعمل له العياذ بالله حاجه غلط. المهم نزل له في بيت في سور بيت شاب ويعمل حاجه غلط زي دي. اول ما نزل في البيت ده سمع تاليا يتلو من داخل البيت: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. الفضيل بن عياض صن واحدة خلاص جات في محله. نزل ده يعمل حاجة غلط فسمع الله تعالى يقول: ألم يأني لسه ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. لحد متين لسه ما جاء الوقت اللي خلاص أنه قلبك يخشع؟ لمتين قلبك ميت؟ لسه ما جاء الوقت التصحصح؟ لمتين بتسوي الدايره؟ لسه ما جاء الوقت التفتح عينك؟ لمتين بتعمل الحاجة انت نفسك فيها؟ لسه ما جاء الوقت اللي بتتذكر انه في روحك ممكن تطلع في اي لحظة؟ لمتين بتفضل وانت ماشي وماشي لحد ما يقولوا فلان راح؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ الفضيل سكت ثم قال: والله قد آن، والله كفاية، والله خلاص، والله الموضوع انتهى. ومن ساعتها والفضيل بن عياض من أزهد الزهاد، كان في استعداد للتغيير، وجد هذا الدعم، سمع قول الله سبحانه وتعالى، وقع في نفسه فرفع هذا الشعار. الشعار خلاص قررت أن أغير حياتي، الفات مات، من أسفل لقدام حاجة تانية. أنا حديك مثال رابع أو مثال خامس برضو جميل جدا، لرجل يسمى المهلبي. هذا المهلبي كان شيخا كبيرا في السن فاسقا. يا أخي تخيل معي كبير في السن وشنو؟ فاسق وفاسق. فركب البحر، ركب في السفينة ومعه جارية حسناء ومعه الخمر. تخيل معي الموقف. فأخذ يشرب من قداح الخمر، بيشرب من الخمر، ثم التفت إلى تلك الجارية وقال لها: أسمعيني، يلا سمعينا. قال فأخذت تلك الجارية العود وبدأت تغني بأجمل صوت. شيخ كبير في السن ما يزال على بعده عن الله، معه جارية حسناء تغني له وهو يشرب الخمر ويستمتع بهذا الغناء. فلما انتهت الجارية من غنائها التفت هذا الشيخ الكبير المهلبي، التفت إلى شاب كان جالسا بجانبهم، فقال المهلبي لهذا الشاب: أتحسن مثل هذا؟ أها ورينا بتقدر تسوي غنى حلو زي الجارية السمحة دي، أتحسن مثل هذا؟ فالتفت إليه هذا الشاب وقال له: بل أحسن أحسن من هذا، أحسن أحسن من هذا. فقال له المهلبي: أسمعنا. فقال له هذا الشاب: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت. هو راكب في سفينة، متاع الدنيا قليل. هذا الرجل خلاص أصابته صدمة، رجل كبير في السن يشرب الخمر ومعه جارية تغني بصوت جميل، ثم يأتي هذا الشاب الذي في قوة الشباب والمتوقع منه الشهوة وإلى غيره، ثم يقول لي: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، الآخرة أحسن وأفضل ولا تظلمون فتيلة. في الآخرة دي كل اللي بتعمله حيطلع ليك، وإنت الآن في سفينة والمدة ممكن يجيك في أي مكان. دل 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 قذائف وصلت. ومن كلام من؟ من كلام الله سبحانه وتعالى. وقف مباشرة، وقف مباشرة، ألقى الخمر من يده في البحر، ثم نظر إلى هذا الشاب قال له: يا شاب هل انتهى الأمر خلاص؟ أليس هناك فرج؟ فقال له هذا الشاب: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قام المهلبي من تلك الجلسة، من تلك الرحلة بتلك السفينة، ليصير بعدها المهلبي بفترة قصيرة جدا من أكبر زهاد زمانه. الآن إذا أحد سمع المهلبي فإنه يتذكر الزهد، ولو لم تحصل هذه الحادثة لكان المهلبي لا قدر الله مات على حاله التي هي فيها. لاحظ أبو بكر،
توفيق الله والاستعداد مهم جدا. ممكن نفس الحادثة الآن تحصل وفي مثل هذا الزمن وشاب يكون غلطان وتقول له قل متاع الدنيا قليل وما يشتغل بك. في بعض الناس خلاص الموضوع ميح، الموضوع اتمحى، الموضوع اتختم، الموضوع اتقفل. في بعض الناس وصل لمرحلة أنه لو قلت له القرآن كله قدامه بحس أنه ولا في حاجة قدامه للأسف الشديد. التغيير ده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى أولا وأخيرا بلا شك. طيب دكتور أيمن، آخر عبارة ختامية عشان إن شاء الله حنواصل نحن مشاهدين بسعادتنا في الحلقة القادمة. موضوع التغيير يبدو أنه حيأخذ منا زي ما قلت حلقة ثالثة واحتمال حلقة رابعة. الحلقة القادمة أبو بكر إن شاء الله حنتكلم عن حاجتين مهمة جدا اللي هي قواعد التغيير ووسائل التغيير. عندنا قواعد مهمة جدا حنتكلم عنها لازم أنا ألتزم بها لو دايرة تغير، وعندنا وسائل مهمة جدا لازم أنا أسلك هذه الوسائل حتى أتغير. والله 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 كل الكلام ده يأتي بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. شوية الزوج يصحى شوية لها وربنا سبحانه وتعالى يعطيه هذا التوفيق، وكل واحد مننا يقول هذه العبارة قررت أن أغير حياتي سوف يكون بعد ذلك بإذن الله تعالى في تغيير الأفضل وللأحسن. شكرا جزيلا دكتور أيمن أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم على هذا العطاء العلمي، شكرا جزيلا. بارك الله فيك. تأمل المشاهدين الكرام من الشيء الوحيد الذي سيستمر في هذه الحياة هو التغيير. التغيير له العديد من الفوائد على الشأن الفردي والمجتمع. الأسبوع القادم يتجدد اللقاء بمشيئة الله. قررت أن أغير حياتي، إلى ذلك الحين تحية وصدقا واحتراما والتدم في الله محبتنا في أمان الله. شكرا دكتور. كرمك الله وبارك. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. حين نريد يأتينا قاص وبعيد، بإرادتنا حين نريد يأتينا قاص وبعيد، نطلب آمالا ونزيد إن الآمال بهمتنا، نطلب آمالا ونزيد إن الآمال بهمتنا، بإرادتنا بعزيمتنا وبهمتنا.